خير. بعدين نفذت لي كل طلباتك اهو، فين الحاجه بقى؟ هو انت ما بتزهقش ولا ايه؟ قلت لك عندي طلبين، واحد انك تحضر خطوبه ملك، ويا ريتك ما حضرته، كان فرح اسود ومهبب على دماغك. يا ستي وانا مال اهلي؟ هو انا يعني ريهام دي كانت بنت خالتي ولا مرات ابويا؟ وشك فقر من غير ما يكون في اي علاقه. هنعمل ايه يعني؟ عادي. وبعدين في حاجه تانية ما عجبتنيش، علاقتك ببابا وماما لازم تتغير. ورقصك ما عجبنيش برضو. رصد من ايه يا ناس؟ ده انت لما اجراني مش تعملي فيا كده. حلوه ما اجراك دي. لا حلو، وممكن ادفعك كمان تمن الايجار. يا مريم. يا مريم انت بتلوي دراعي وبتهدديني بحبل المشنقه. ولا عايزه ايه وخلصيني بقى. بقول لك ايه يا مدحت، انت عارف ان حياتك قصاد المعلومات اللي عندي والصور، صح؟ وبعدين انهي اغلى عندك، حياتك ولا فلوسك؟ فلوسي، حياتي، الاثنين. لا لازم حاجه واحده بس. يا مريم قولي عايزه ايه وخلصيني. تكتب لي المعرض والفيلا وترجع لي شقه اسكندريه وعماره الهرم، كل دول باسمي. نعم يا اختي، ما تاخدي كليتي بالمره. ما انا لسه قايله لك، حياتك ولا فلوسك. يا مريم انت كده بتوصليها معايا لطريق مسدود وكده ما ينفعش. وبعدين انا عارفك طيبه وبتحبيني، ده انا ابو بنتك، اكيد مش هتاذيني يعني. اكيد المعلومات دي مش عند حد، صح؟ تيجي نجرب. خش نام يا مدحت، وقدامك بس بكره وترد عليا، ده لو جالك نوم اصلا. منك الا ما هجيلي السكر. أنا دايخ ولا إيه؟ وعايزين موكوس ده كمان. إيه يا سيدي؟ نعم؟ طيب طيب سلام. بتكلم مين يا مدحت؟ دي خالتي الله يرحمها. اتفضل يا مدحت. تشرب ايه؟ لا ولا حاجه شكرا. طبعا انت مكلمني عشان بتتصل بيهم ومحدش بيرد عليك ولا بيعبرك وعايز تعرف هما فين. الله ينور عليك. طب انا اللي يخليني اقول لك، مع اني عارف. بص يا مدحت، احنا ممكن ننسى كل خلافاتنا، ممكن يعني هو كل اللي حصل بينا كان مجرد سوء تفاهم. بس انا ما بنساش. طب ممكن تنسى دلوقتي بس؟ أنا وأنت نسايب، يعني اختلفنا أو اتفقنا نسايب. وأنا عارف إن حبك لمريم هو كان السبب في خلافاتنا وخلافاتنا. يا عم انجز يا عم، أنا مش فاضي، أنا ورايا مصالح، انجز. قول عايز إيه؟ ساعدني. ساعدني أوصل لملك. عايز أتكلم معاها. أنا مش عايز أضيع من إيدي. ساعدني زي ما أنت كده، زي ما أنت بتحب مريم ومش عايز أضيع من إيدك. ممكن تساعدني أوصل لملك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كده على الحته اللي بتوجعني، مع اني ما بتوجعش يعني. المفروض بقى بعد الكلمتين بتوعك دول نطلع بربطه المعالم على محل دباديب، نجيب دباديب، انت الملك وانا المريم، صح؟ مدحت، لو بتحب ملك او ليها اي غلاوه عندك ساعدني اوصل لها. لو انت مش عايزها تعيش في عذاب قول لي. انت فاهم غلط خالص. انا اللي بحب ملك ولا بطيئها، ومعلش يعني اسف في الكلمه يعني، ولا بطيئك انت كمان. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليني أقول لك إن الدكتور قال إن هي المفروض ما تعرفش حاجة عشان ما يحصلهاش صدمة عصبية وممكن تموت. تمام، أنا عشان كده فكرت فيك. قلت أكيد هيبقى ليك حسبة مختلفة. هي الحسبة المختلفة دي؟ تدفع كام وأنا أقول لك؟